انت شبه حد. انا انت فتح احلامي. انا فتح احلامك؟ لا، هو تقريبا حد فتح عليكي. ايه اللي بتقوليه ده يا فندم؟ رشدي أباظة؟ انا رشدي أباظة؟ وارد والله، كان شبهه بعد ما مات وبطل دايت. اتكل على الله يا فندم. شكرا، يعني اتكل على الله. الله يسهلك. ايه اتكل على الله؟ على فكره انت كده مش جونتي خالص. لا انا ما بحبش الجونتي ده، تقريبا لما باكله اسناني بتوجعني. جونتي؟ ايوه عارفه، اللي باللوز والجندق والجوز. جونتي يعني لطيف، جنتلمان. طب ليه الغلط ده يا فندم؟ يعني مان وتشكري، لكن جيركن انا لا اسمح لك. شكرا، اتكل على الله يا فندم، اتكل على الله. الله يسهلك. جنتلمان يعني ذوق. يعني ايه ذوق؟ ذوق. اتكل على الله يا فندم. يلا انت محتاجه دكتور، انت تعبانه يا بنتي. هشوفك تاني. تكلميني انا؟ هتشوفيني اكيد اكيد، لو عديتي من اي خرابه هتلاقيني. مع السلامه. مع السلامه. باي باي. باي باي. مع السلامه. مع السلامه. حسبي السلمه. حسبي السلمه. حسبي السلمه. معلش معلش. باي باي. باي باي. الوليه فكت خالص. لا اله الا الله. يلا والله ممكن يكون عندها حق، شكلها عندها نظره، ممكن ابقى شبه رشدي أباظة. خلينا في اللي احنا فيه. بونسوار مسيو. اللي قول لي حد، انت ما عندكش غير الحركه دي بس. سؤال مسيو، وما تقولش حاجه اصلا. صح؟ لا لا، ازاي؟ بص اها يون. لا دي حركه تانية مختلفه فعلا. ايه رايك بقى؟ والله كلها ميه، تفرق يعني معدنيه من ما تشربه وخلاص. يا ابني مش بقول على الميه، بقول على البدله. حلوه. شكلك كده مستني حد مهم. جامد. انت عارف مهم قوي قوي قوي. بص بقى، بص بقى. بونسوار. بونسوار. بونسوار لمون. عارفه يعني ايه لمون؟ يعني قمر بس اون فرونسي. اوكي عدوي. ايه ده؟ انت فاكره اسمي؟ شور. انساها ازاي بس؟ بصي بصي، انا هقول لهم عندي مغص كلوي معوي. هو كلوي ولا معوي؟ بصي مش مهم، انا هقول لهم عندي مغص وخلاص. ماشي؟ في عربيه كبده بره بقى، نقعد بقى ون كلتي كبده قبل كده؟ ممكن تيجي ولا لا؟ احكي لك. بصي بتقول لها ايه؟ انا ما قلتش حاجه. انا بقى وصى وصى. تعالي يا قمر. ايه يا باشا فيه؟ يلا توكل على الله. حبيبي توكل. هي واقفه مع الشجره ولا ايه؟ ايه اللي انت عملته وخدتها كده ولا؟ لا بقول لك ايه يابا، انا ولا يفرق معاه بقى ولا مسيو فارس ولا الجن. خش انت جوه دلوقتي، خش جوه. في ايه ياض؟ هو اللي في جاي يا باشا، جاي منك الشوفه حاجه. انا جاي مني ولا انت؟ انت اتجننت يا لا؟ امشي امشي. ماشي خلاص امشي. خلاص والله خلاص. ده تهبل ولا ايه؟ بس ايه الفستان الروعه ده؟ الفستان بس؟ لا الفستان صاحبة الفستان. ميرسي. واللي جوه الفستان؟ وايه اللي جوه الفستان؟ خشي وشتي، خشي جوه. سايب العيال جوه وقاعده. هو مفيش رجاله ولا ايه؟ داخله كده من ايه في قلم؟ امشي. سوري يا عدوي. استاذ عدوي. ايه؟ عايزك ثانيه واحده. ممكن بعد اذنك ثانيه؟ شوف. ممكن بعد اذنك ثانيه؟ شوف. خلاص والله العظيم، والله خلاص خلاص. مت مت. Sorry. It's okay. Never mind. Don't worry. الورد جميل جميل. اوه مانجا، مش يغلب. ايه عدوي؟ ايش يا كدي؟ كلم جد والله؟ والله العظيم حلو قوي. تعرف البدله دي اساسا طلياني؟ طلياني يعني من ايطاليا؟ ايطاليا. والجزمه كمان. الجزمه ايطالي؟ اهي. ايه ده؟ لا هي هي بس انا ملمعها زياده يعني. ايوه ايوه الله اكبر. حلو قوي والله يا قمر، ما شاء الله. بقول لك ايه يا عدوي؟ ايه؟ هي قمر فين؟ قمر قاعدة هناك. ايه؟ طب اتكل على الله بقى. اتكل على الله. ما تفرحش قوي كده، مش لوحدها. قاعدة مع مين؟ مع مسيو فارس. فارس؟ شكلهم كده بيتفقوا على الجواز. لا انت اكيد فهمت، اكيد فهمت غلط. لا ما فهمتش غلط. لا فهمت غلط يا عدوي، مستحيل. فهمت غلط ازاي؟ ده انا رامي ودني معاهم من ساعة ما جم. يبقى رميت ودنك غلط، مستحيل. وانت سايبهم لوحدهم يا عدوي ليه؟ ما هو طلب مني اجيب له عشاء فراح اجيبه له. عشاء؟ ايوه. هي وصلت لعشاء. تعمل ايه؟ غرفة ده يا عدوي. حشا. خصها فارس.
منوره والله. ميرسي. بصي انا عندي سؤال يعني سخيف شويه. اتفضل. هو انت فعلا يعني عدتك خلصت؟ شور. الحمد لله. ممكن اسالك بقى سؤال تاني بس اسخف من الاولاني شويه؟ ولا يهمك. هو انت اكيد مش حامل؟ حامل؟ طب ازاي؟ انا قصدي يعني من جوزك الاولاني. هحمل منه بعد ما اتطلقت؟ لا مش قصدي يعني انت كنتي حامل اتطلقتي وبعدين فضلتي حامل ف بس. ايه اللخبطه دي؟ اصل انا بصراحه كنت هتجوز واحده مطلقه وطلعت حامل. عملت لك عقده يعني؟ عملت لي عقده. ممكن بقى تفكي لي العقده؟ شقي ومغرور. بس انت ايه اللي فكرك بحوار الجواز دلوقتي؟ انت. انا؟ ايه اتفاجئتي؟ شور، ما كنتش فاكره هتطلبني بسرعه كده، قلت على الاقل هتستنى لما نخلص عشاء. لا ما انا عشان كده طالب جمبري. يا عدوي هات الجمبري. يلا يلا الحقني. كده يا فارس يا ابن عندير؟ عايز تخطف مني البنت الوحيده اللي حبيتها؟ بنت مش هتعرف تعيش من غيري. ايه عايز ايه؟ خضتني. انت بتكلم نفسك ولا ايه؟ يا سيدي انت مالك؟ طب في ايه؟ احكي لي، فضفض لي. احكي لي. ولا انت غلس لازم تعرف. فارس يا سيدي قاعد مع قمر من ورايا. قاعد معاها من ورايا؟ وراك ايه؟ انت مالك؟ ورايا انا. ولا روح شوف شلك شنطه ولا اي حاجه. يلا غرفه داهيه. كانش العشم يا فارس. ايه الحظ ده يا ربي؟ بقالي ساعة عمال اشمشم على فارس مش لاقيه. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. استنى عندك. راح فين يا؟ راح الجيم. رايح الجيم كده؟ انا بروح الجيم كده. الجيم ده ولا قاعة افراح؟ لا الجيم، عشان ممكن فجأة تقولي في الشغل. وايه الشنطة دي؟ دي شنطة الجيم. افتحها. ليه وانا في الجمارك؟ طلع فارس. هو فارس هيبقى في شنطة الجيم؟ انت كل ده قاعد بتدور عليه؟ انت مخبينه فين؟ مخبينه فين؟ ما انت اللي بتدور في حتت عجيبة. لا ما تعيطش. لا عشان خاطري ما تعيطش. لا 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 قلبي بيتقطع بالحاجات دي. طب انت بتعيط ليه؟ بتعيط ليه؟ انا عايز فين؟ طب وايه المشكلة؟ بتعيط ليه يا حبيبي؟ كل ما اسأل حد بيشتغلني. لا خلاص انا هقول لك فارس فين. هقول لك فارس فين؟ لا انت مش قول لي. لا انا اقول لك. ادهم اضحك على زهدي؟ لا. ادهم حلو ولا كخ؟ حلو. ادهم قول لي زهدي فارس فين؟ مين؟ بص انت هتمشي على طول. همشي على طول. هتلاقي بسين. لا بسين. هتكمل على طول. هلاقي بسين. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي ركز، هتكمل على طول هتلاقي جنين. تمشي على طول. هلاقي جنين. انت ليه بترجعنا للي بنلاقيه يا زهدي؟ ركز يا حبيبي. هتكمل على طول هتلاقي شم. بص جوه بقى انا بلعب باي وتراي شكلي قمر، وبعديها هقول لك فارس فين. تعالى ورايا. يلا زهدي. بقول لك يا زهدي. زهدي. لسه كتير على الجيم. هو احنا رحنا يا حبيبي؟ رحنا. الله. لا لا ما تعيطش. لا ايه برضه بقى؟ ما تعيط تاني ليه؟ انا عايز فين؟ خلاص هجيب لك فارس وهجيب لك ايس كريم. فراوله. هجيب لك فراوله. يلا وراي. يلا. مش هيتاخر ليه؟ والواد عدو ده مش هيجي ولا ايه؟ وممكن ما يجيش خالص. ما يجيش خالص؟ ليه يعني؟ زعل لما عرف اني بتعشى معاه. ويزعل ليه يا عدو؟ يظهر حبني بسرعه زيك كده. زي عدوي؟ هو عدوي وبس. ومين كمان بقى ان شاء الله؟ بخاف اقول لك عشان شكلك بتتنرفز. لا يا ستي ما بتنرفزش ولا حاجه. مش مهم مين معجب بيا، المهم انا عايزه مين. وانت بقى عايزه مين؟ عايزه واحد ما يعملش معايا زي ما عمل معايا طليقي. وطليقك عمل ايه؟ كان بيغير عليا من خيالي وخياله هو كمان. خياله وخيالك؟ انا اتخيلت كده. يعني عمل ايه؟ تصور مره لاني حضنه كلب صغير امحته من الشباك. نرفوز قوي. او يحبني زياده. او اهبل. يعني انت مش هتغير عليا زيه؟ لا هغير عليكي بس مش من كلب، هغير عليكي من عدوي. ماشي. يا ريت يا فارس، انت عارف انا عايزه ايه في الجزء اللي جاي؟ ايه؟ عايزه حمش ويخاف عليا من الهوا وفي نفس الوقت يثق فيا وسيبني اعمل اللي انا عايزاه. بصي هو
يثق فيا تمام، بس سيبني اعمل اللي انا عايزاه يعني، هنشوف لها تظبيطه يعني، هحاول. وعايزاه كمان جريء وجامد وشجاع وما يخافش من اي حاجه او اي حد. بصي بقى جريء، انت جيتي في ملعبي. بص، فارس قنديل قلب جريء، قلب جريء فارس قنديل. يا جريء يا جامد. طبعا جامد جدا يعني. يعني انت فعلا ما تخافش من اي حاجه ولا اي حد؟ ولا اي حاجه، ده الخوف نفسه يخاف مني. في اي موقف؟ اي حاجه. هو في ايه؟ متاكد؟ على حسب. انا عايزك تركز، انا واقف بحقق معاك ليه؟ ليه؟ ايوه، ما ده اللي انا بسال فيه. هو انا كمان بسال؟ انا بقالي نص ساعه واقف جنبك موترني ومحيرني، عايز مني ايه؟ يا ابني ركز ركز، ما انت عشان بتنط في بقي وتاخد الكلام من على لساني انا بنسى. انا واقف معاك بحقق معاك ليه؟ ليه؟ انا اللي بسالك ليه؟ يا ابني ما انا لو عارف كنت هقول لك. يا ترى انت فين يا فارس؟ ايوه فارس. طب ما انت افتكرته اهو، موقفني ليه معاك جنبك ثلاث ايام وعمال تقول لي مش عارف تقول حاجه؟ لا ورحمه ام، انا بكرر الجمله اللي قالها بس مش اكتر. ايه ده سمعه، انت ايه اللي جابك هنا؟ ما انا واقف مع الراجل الطيب ده، هو بساله بقى اكتر من ساعتين احنا بنعمل ايه هنا ومش عارف برضه. ايه هو اللي احنا بندور على فارس يا سمعه؟ ايوه فارس. بس الله ينور عليكم، دوروا انتوا على مستر فارس براحتكم، واستاذنكم انا. خد يا عدي هنا. تروح فين؟ مالكش دعوه. دعوه مالكش فيه، اخفيه ما يخصكش. لا دي صعبه. سمعه دلاعه. لا سمعة ايه؟ ده هيقعد ست ايام على ما يفتكر هيقول ايه؟ شوف انت عايز ايه وانا اقول لك. فارس فين؟ جوه. جوه فين؟ في المطعم. فين في المطعم؟ جوه المطعم. في حله يعني؟ لا جوه المطعم ذات نفسه. ما انا لسه جاي من المطعم ما شفتش حاجه. ايه ادهم ادهم عيط ليه؟ في ايه؟ خلاص زعلان. ايه اللي حصل؟ في ايه؟ فارس هرب من الباب اللي وراني بتاع الاوتيل. فارس بحى اوتيل. فارس بحى اوتيل؟ فارس بحى اوتيل. انا مش اتجوز فريده. وانت مش اتجوز فريده؟ لا فارس لوتي. يلا بينا عشان كمان 10 دقايق جاي بنتن. كمان 10 دقايق جاي بنتن؟ اه. نتفرج عليه كلنا. نتفرج عليه. طب ما تيجي نلعب بالمراجيح قبل ما يجي بنتن. يلا.